كذلك أيضا مسألة ثانية بسأل عنها، وأرجو من الطلبة الذين عندهم حرص على العلم، على علم الحديث وتحقيقه أو تخريجه على الأصح، زيادة وبركاته في السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الصلاة، هل هي ثابتة؟ ابن حجر يقول في البلوغ بإسناد صحيح، لكن قال لي بعض الأخوة من شباب الحديث قال إنها ليست بصحيحة، وقال إنه كتب في ذلك بحثا قاله لي قبل العام، ولكنه سبحان الله العظيم على أنه بيجيبه لي لكن ما جاء به. سافرنا كنا بالطائف في الدورة التي قبلها القريبة، وقال لي إن هذه حققتها فرأيتها غير صحيحة، فطلبت منه يحضر لي لكن سافرنا قبل أن يأتي به. فنرجو من الأخوة الذين يحبون تخريج الحديث أن يحرروا لنا هذه المسألة. نعم أي نعم، لكن ما يكفي هذا، ما يكفي، لأن الشيخ الألباني وفقه الله دائما يصحح أحاديث ضعيفة ويضعف أحاديث صحيحة، وقد ألف الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله كتابا في هذا الموضوع، فيما صححه الألباني وهو ضعيف أو فيما ضعفه وهو صحيح. والإنسان بشر، كل من يؤخذ من قوله ويترك. فنرجو من الأخوة الذين يحررون الحديث أن يحرروا لنا هذه المسألة، لأنه يعني كثر فيها السؤال الآن.